لو دورت في تاريخ الدراما المصرية هتلاقي دراما الصعيد مش بس حفرة مكان مميز ليها، دي كمان كانت السبب الأول في نجاح كتير من النجوم اللي عاشوا بأدوارهم الصعيدية في ذاكرة الجمهور. حتى لما قدموا أدوار تانية مختلفة فضل الدور الصعيدي هو الأبرز في مشوارهم، وده اللي شجع كتير من النجوم إنهم يقدموا أدوار وشخصيات صعيدية في أعمالهم، زي الفنان أحمد العوضي اللي قرر إنه يعيد تجربته مع الأدوار الصعيدية للمرة التانية في مسلسله رمضان 2025، واللي كشف عن كواليس دوره فيه وقال في فيديو نشره على فيسبوك: مسلسلي الجديد شعبي وصعيدي، السنة الجاية القهاوي في مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السوركي. وده بعد ما نجح العوضي في تقديم الدور الصعيدي لأول مرة في مسلسل ضرب نار، آخر الأعمال اللي جمعته بياسمين عبد العزيز. كمان الفنان محمد إمام واللي قرر إنه يخوض تجربة الأدوار الصعيدية بيقدم أول دور صعيدي ليه رمضان اللي جاي، عشان ينفذ إمام وعده لجمهوره بإنهم هيشوفوا مسلسل ما تعملش زيه قبل كده، ينافس بيه العوضي بمسلسل حمزة من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج حسين المنباوي. ولو فاكر إن المنافسة هتكون بين إمام والعوضي بس، فحب أقولك إن الفنان مصطفى شعبان دخل هو كمان المنافسة في دراما الصعيد، وهيقدم أول دور صعيدي ليه في رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا من تأليف محمد شواف. وبكده يكون مصطفى شعبان ثالث النجوم اللي هيقدموا أدوار صعيدية رمضان اللي جاي. دلوقتي تفتكر نجم مين من الثلاثة هيلمع في دراما الصعيد؟